السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوانك دايرين بخير؟ أتمنى إن شاء الله كل شيء يكون في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم اللي هو غادي يكون عنده علاقة يعني مع التجهيز ديال الطيور، وكذلك غادي نتكلموا بالنسبة يعني الفرق ما بين الذكر أو الأنثى، يعني واش الأنثى جاهزة ولا مازال يعني ما وجدتش. اليوم يعني غادي نقدم الطويرة ديالي واحد مكمل بالنسبة للفترة ديال التجهيز اللي هو يعني أمينوفوت، شركة يعني رقمية على التعريف. بالنسبة لهذا البرودوي هذا كنقدم 10 ديال المليم في إطرو ديال الماء، يعني هو كيقول لك تقدر تقدم يعني 15 المليم. بالنسبة للناس اللي كيخدمو يعني صحاب الحمايمية ولا الناس اللي عندهم بيروش، يعني يمكن لهم تاهما يخدمو به، يمكن لهم يعطيو يعني واحد 15 ديال المليم في إطرو ديال الماء. بالنسبة للكنار كنفضل يعني 10 ديال المليم اللي متفاهمين عليها يعني الاخوان اللي سبقونا وخدموا بهذا البرودوي هذا. هو واخا فيه يعني النسبه ديال الكولين، يعني بالنسبه للكبد يعني ما نخافوش على الطويرات، ولكن كيبقى واحد المساله اللي هي كتاخذ الاحتياط ديالك باش ما يكونش شي مشكل عند الطويرات. اخوان كما كتعرفوا شهر 12 دابا كاع الموالي راه بداو كيخدموا مع الطويرات ديالهم، لا بالنسبه للمكملات لا بالنسبه يعني للفيتامينات ولا بروغرام اللي خدامين به. حتى انا راني بديت يعني في فتره ديال التجهيز، غادي نتكلم عليها واحد شويه، وخا ديجا راني يعني تكلمت على هذا الموضوع السنه الفارطه. المهم نخليكم مع الفيديو وتبارك الله عليكم. الصوره كما كتشوفوا يعني 5 ديال المليم تقريبا، بما انني ما غاديش نخدم يعني باطرو ديال الماء، غادي ندير يعني غير 4 ديال المليم، يعني 9 ديال المليم في الطوطه. بالنسبه لهاد الشرابات الصغار، يعني كنفضل الاخوان اللي يخدم بهاد الشرابات الصغار. اول حاجه يعني باش هذاك المنتوج ولا هذاك المكمل اللي كنقدمو يعني ما يكونش واحد الضياع، يمشي ان الطير غادي يحتاج واحد النسبه اللي هي صغيره، وحنا غادي نعمرو يعني نديرو واحد الشرابه اللي هي كبيره وفي التالي ما غاديش يشربها كامله. كنفضل يعني هاد الشرابات الصغار اقتصاديين وفي نفس الوقت يعني ساهلين بالنسبه للغسيل، يعني كيفاش كتجي كتغسل يعني صبعك دغيا كيوصل لهاد القاع ديال الشرابه. بالنسبه للاخوان الشرابات راني حيدتهم من الطويرات الصباح، بالنسبه للشرابات الاخوان حيدتهم من الطويرات في الصباح بكري فاش نوض، يعني فاش نفطر حيدت لهم الشرابات باش يعطيو واحد شويه ويكون واحد الاستفاده من هذا المنتوج. تقدر تخليهم يعني واحد الساعه بالمغرب، ماشي بالضروري يعني في الصباح بكري، يعني فوقاش ما تقصي تحيدهم يعني واحد الشرابات، تخليهم واحد الساعه ديال المكانه، ومن بعد ديك الساعات يمكن لك تعطيهم المنتوج اللي بغيتي، يعني سواء مطهر كبدي سواء شي ملتي فيتامين، ولا الا كان عندك يعني الطويرات مرض وكنتي بغيتي تقدم لهم يعني واحد الدواء، يعني من الاحسن
انك تحيد دوك الشرابات وتخدمهم تخلي الطوارات يعني تيعطشو كما قلت. بالنسبه لي يعني الدواء يعني يبقى هذا بالنسبه لهذا المكمل يعني يبقى هذا شويه هذا نخليه الى خوات شي شرابه وغادي نحيد الطوارات ديالي وخلاص. هذا السيبور يعني كيجي سهل يعني فاش كتجي كتهز الشرابات للطويرات يعني كيكون سهل يعني كتحكم الشرابات ما كتبقاش مبرزط يعني كتدي كل شربة بوحديتها. نمشيو نقدمو الشرابات للطويرات ديالنا. يعني بالنسبة لهاد الكوبل هذا راني طلقتهم حيتاش الأنثى بدات كتبني في العش وما بغيتش يعني يكون واحد الضياع ديال البيض اللي هو فارغ. كوبل فايو دكار فايو اصفر وانت بورتور فايو اصفر كما كتشوفوا يعني غير كتحط الشرابات الطوارات راه كيجيو ما شاء الله كيشربوا. هذا هو بيض القصيد كما كنقول يعني المفاد باش اننا نحيدو الشرابات باش الدار كيجيني شان كيشرب وكيستافد من هاد المكملات اللي كنعطيها سواء كانت يعني مكملات ولا كانت ادوية. اخوة عاد غادي نكملو يعني مع الطبيرات الاخرين. اخوان بالنسبة لواحد السؤال اللي خاص بالمبتدئين بالنسبة للطريقة يعني باش انك تفرق ما بين الذكر والانثى بالنسبة لجميع طيور الكناري كما كتشوفوا هذه أنثى. كاين يعني واحد الطريقة اللي هي كيخدموا بها بعض الإخوان كما كتشوفوا يعني كنشدوا هذا الوسط ديال المنقار يعني ديال الطير وكندوزوا في وسط منه واحد السيدو ولا شي حاجة يعني الا كانت جايه العين من الفوق راها انثى والا كان داخل يعني في الوسط كما كتشوفوا هنا مع الذكر يعني راه ذكر. هذا يعني واحد لاستيس اللي هي نقدروا نزيدوها دون اننا يعني نحتاج نقلبوا الطير كما كتشوفوا هذه انثى لا ما عرفتش واش كيشوف واش كتبان ولا ما كتبانش انثى اللي هي جاهزه اللهم بارك. يعني التيب كيكون غادي راجع اللون بالنسبه يعني للانثى ها هو يعني كيبان التيب. بالنسبه للذكر يعني انتم كما كتشوفوا يعني كاين واحد الفرق هادي يعني من الاحسن اننا نشدو الطير يعني ونقلبوه مزيان عاد باش اننا نعرفو واش ذكر ولا انثى يعني ابار يعني التغريد ديال الطائر حيتاش حتى الاناث كيغردو ولكن بواحد الصوت اللي هو منخفض